هقول لك على حاجه برضو، خبر مرتبط بالكلام بتاعك ده، لان احنا برضو لو هنتكلم او لسه هنقف شويه عند الملف الخاص بملعب نهائي دوري ابطال يعني افريقيا، النادي الاهلي برضو قرر، خليني اقول لحضراتكم، يعني الاحتكام للمحكمه الرياضيه الدوليه طلبا للعداله في ازمه الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه طبعا لدوري ابطال افريقيا. وده ردا على، يعني بصوا احنا دايما رد فعل، ده جه امتى؟ ده جه ردا على رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم اقامه المباراة على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة اللي بتتنافس، وده أعتقد شيء منطقي جدا أن احنا نطالب به في دور قبل النهائي للبطولة، فضلا برضو عن أمور أخرى بتخل بالميثاق الأولمبي، لوائح الفيفا، لوائح الاتحاد الإفريقي يعني ذاتها. فهيقوم الأهلي اللي فعلا سبق وطالب زي ما حضراتكم عارفين وعرضنا الكلام ده على قناة الأهلي، لطالب الكاف بإقامة المباراة في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وهيطلب كمان إجراءات مستعجلة للفصل في موضوع أو الموضوع قبل بقى الموعد المحدد للمباراة، خاصة زي ما بنتكلم إن كاف يعني هو اللي كان ليه قرار واللي صدر عنه هذا القرار، واللي أعتقد كمان دونه على حساباته الرسمية المختلفة على إسناد تنظيم المباراة يعني لملعب بعينه، وفي نهاية القرار برضو ذاته أشار إلى أنه بيدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وإيابا. بس هل ده هيحصل؟ لا ولا اه؟ هنعرف الفتره اللي جايه. لكن برضو تعرف النظام القديم كان فيه ذهاب واياب، يعني الفكره هنا برضو بيبقى بيديك اريحيه شويه، والبعض الاخر بيقول لك مش لازم حتى ترجع للنظام القديم، بس انت لازم تختار ملعب محايد يعني، وداز ميك سنس زي ما بيتقال يعني. ف هيبان على كل حال الملف ده، اعتقد ملف مهم جدا، بس هيبان تفاصيله في الايام اللي جايه. شيء عجيب ان كل شويه يطلع لنا موضوع جديد نقعد نبذل فيه مجهود كستيري في انك تتكلمي في ان المنطق غايب فيه. يعني فكره ان المنطق يكون غايب في النوع ده من الامور لبطولات بالحجم ده، ده في حد ذاته شيء عجيب على كل